من جليد لبنان إلى صحراء السعودية ومهرجان الملك عبد العزيز للإبل، حيث الجمال تبقى رمزا للسعودية يفتخر بها أبناء الجزيرة، ويقيمون مسابقة سنوية لاختيار ملكة جمال الإبل في منطقة صحراوية على مشارف العاصمة السعودية الرياض. مرت هذه الإبل أمام أعضاء لجنة تحكيم لتقييم حجم الشفاه والصدغ والرأس والركب، وعلى غرار مسابقة ملكات الجمال تم استبعاد الإبل التي تعرضت للتجميل بحقن البوتوكس.